هذا التركيز على السكر يأتي بجانبين، بأنه أصبح في كل بيت كويتي، وأنه يمكن الوقاية منه ويمكن تأخير المضاعفات إذا توفرت المعلومات وتوفر المعتقد، فيصبح سلوك صحي إيجابي. في وزارة الصحة عندنا العديد من الفعاليات والخدمات اللي ندعو الكثيرين حقيقة للاستفادة منها في مرحلة مسبقة من خلال أنماط الحياة الصحية، الحركة، اختيار الغذاء، الابتعاد عن الخمول، الفحوصات الدورية، لأن مع ارتفاع مستوى التعليم أصبح ضروري في كل بيت يكون عندنا جهاز فحص السكر بشكل أو بآخر. هذا المركز يتميز دون غيره من المراكز في المنطقة بعيادة القدم السكرية، وهذه مهمة جدا حقيقة. والأرقام اللي سمعتها اليوم في حوالي أكثر من 700 متردد أو مراجع يوميا يشوفونهم، وهذا لا شك يكسب خبرة تراكمية في خدمة أهالي المنطقة وفي خدمة المصابين بالسكر. الفئات المستهدفة من مثل هذه الفعاليات هم يعني على رأس القائمة مرضى السكر بالدرجة الأولى، الأطباء كذلك والصيادة المرضين ومقدمي الخدمة الصحية، كافة أفراد المجتمع. طبعا كل الهدف ويهدف الامر الى 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 الوقايه من السكر بتقليل عدد الحالات، بتوعيه شرائح المجتمع.